اليوم نرسم دعسوقة مختلفة. اوكي نفتح بيت الالوان. يلا اريد بيك وبلاك، هذا الالوان اللي راح استعملها. بتدائر شوي وبعد ما تخلصوا الدائرة فيكم تضبطوها كمان شوي هي كمان هذه. وهيك قدرت أخلص الدعسوقة الحلوة، مبينة دعسوقة كتير كيوت وشوية دخشل. تدو حط هون كنت صغنون كيوت. خلصت الدعسوقة الحلوة. أنا بدي أقولكم إذا ما زبطت معكم عيدوا، لأنه إذا بدكم تعيدوها تزبط. وأنا رسمت كمان رسمت لكم شوفوهم كتير حلوات. وأتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس لينزل لكم جديد. يلا سلام، حطوا لنا لايك واشتراك سبسكرايب اهم شيء. يلا باي، وتذكروا الدعسوقة